بآي ويتنس اليوم رح بينحكى عن عيد البشارة مطولاً ومن قبل مرجعيتين روحيتين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك الأب هاني الطوق. الله يخليك. حضرتك خادم رعية بشري، نحن منتشرف بحضورك اليوم، منتشرف بحضورك الشيخ محمد نقري، حضرتك قاضي محكمة شتورة وأستاذ محاضر بكلية الحقوق بالجامعة اليسوعية، منتشرف بحضوركم اليوم. أكيد المشاهدين رح يتفاجئوا أنه اللي في مرجعيتين دينيتين رح يحكوا عن فرد عيد يلي هو عيد البشارة ويلي هو جامع صراحة الدين المسيحي والدين الإسلامي. رح نسمع اثنين فيرسيون عن قصة عيد البشارة. تفضل الشيخ. هو كعيد وطني انطلقت من 2007، أول عيد عملني بالجمهور كان بال 2007. بس الفكرة كيف إجت؟ الفكرة مرقت العيد الوطني بثلاث مراحل. المرحلة الأولى من خلال المحاضرات اللي كنت أعطيها بفرنسا بالجامعات والمدارس، وأحكي فيها عن مكانة العذراء ستنا مريم بالقرآن الكريم، وكان الناس يتعجبوا انه كيف الاسلام بيعترف وبيحكي عن مريم العذراء بهالطريقه. المرحله الثانيه ابتدت لما بلشت نادي بفرنسا انه لازم يكون في عيد مشترك اسلامي مسيحي، بما انه الاسره عندها عيد هو عيد الام، وبما انه الوطن عنده عيد هو عيد الاستقلال، بما انه المسلمين عندهم اعياد والمسيحيين عندهم اعياد، ليه ما بنعمل نحن عيد مشترك اسلامي مسيحي؟ وهون فكرت بعدة أعياد من ضمنها عيد البشارة. نعم. ولما جيت على لبنان التقيت بمجلس الجمهور بناجي خوري وقال لي ما فينا نحن نشترك مع بعض، قلت له ما في غير ستنا مريم اللي بتجمعنا. ومن هون انطلقنا بهالفكرة وعملنا أول احتفال ضخم بال 2007. نعم. واستمر بال 2008 و 2009. بال 2008 طلبت من الحاضرين. نعم. من الوزراء ومن الاستاذ محمد سميك وحارس الشابي اللي هني بلجنه الحوار انه يحملوا هالامنيه للحكومه، بتكون عيد البشاره هو عيد وطني جامع. وقتها كان الرئيس سنيورا وافق على الفكره بس من غير ما يكون عيد معطل. وبعدين شفنا مع الشيخ سعد الحريري يلي قال هو انه حيوافق على الفكره بس حتنطلق من الفاتيكان، وراح زار وقت الفاتيكان وأعلنوها من الفاتيكان أنه لبنان بموافقة الحكومة اللبنانية كلياتها أنه عيد وطني معطل. فمن 2010 لحديت هلأ صار عيد رسمي معطل. وشو هالمبادرة الخيرة يلي أكيد الأجر مضمون عند ربنا لهالتوحيد وهالتعايش الرائع يلي قديه بالفعل بيعطي صورة رائعة عن لبنان. مشكور أبونا هاني. قصة عيد البشارة شو هي؟ يعني اليوم أنا وجاي على الشغل سمعت كذا شخص عم بيقولوا عيد البشارة يعني شو؟ يعني أي عيد؟ يعني بشارة مريم؟ الوقت يلي بالشهر السادس يعني بعد ست شهور من حبل إليصابات، يعني بعد ما صار مع الخبرية إليصابات العاقر يلي تعدت عمر الولادة ولكن الله تدخل كمان بطريقة عجائبية وأعطاها ولد. نعم. بيقول عنه يسوع بعدين أعظم مواليد النساء هو يوحنا المعمدان. بالشهر السادس بيجي ملاك جبرائيل، ملاك عند صبية من الناصرة تدعى مريم، بيقول لها السلام عليك يا مريم، أنت ممتلئة نعمة، لقد نلت حظوة عند الله، وسوف تحبلين وتلدين ابنا ويدعى عمانوئيل أي الله معنا. طربت مريم بهيدا الكلمات أنه أنا كيف لي أن يكون لي ولد وأنا لا أعرف رجلا. قال قدرة العلي تظللك والروح القدس هو الذي يحل فيك و سوف تنجبين ولدا يدعى ابن الله. نعم. هو يسوع أو عمانوئيل الله معنا. نعم. فإذا هذا العيد مربوط بشكل كبير كمان بإليصابات. هذه الإمرأة الصبية التي لا تعرف رجلا قد جعل الله من خلالها، يعني تقرب الله من البشر
من خلال هذه الإمرأة التي لا تعرف رجلاً، ومن خلال الإصابات التي تعدت عمر أيضاً الإنجاب، قدرت أنها تولد إلى البشرية. والشغلتين اللي كنا مفكرينهم مستحيل، مستحيلين. إذن الله ما بيتدخل بالأمور اللي ممكن نحن نعملها، اللي ممكن نحن نعملها بالخبرة بنعملها، بنعملها بالمساعدة، بنعملها بالتضامن، ولكن بالمستحيل هناك الله يتدخل من أجل سلام ومن أجل خلاص البشر. أمين. هيدي بالأمر إذا بدك البشارة. هلأ طبعاً. كيف منجتمع؟ منجتمع لأنه هيدا النص اللي موجود عند لوقا الإنجيلي، في نص قريب منه ولكن بالطريقة أكيد القرآنية الكريمة، موجود بالقرآن الكريم، إن كان بسورة عمران أو بسورة مريم. ها صرت خبير أنا. اثنين بعمران ومريم. هذا السؤال اللي بينطرح لحاله شيخ، إنه قدي الدين الإسلامي بيتقبل هالموضوع وكمان ماشي فيه؟ إيه يعني نفس القصة اللي وردت بالإنجيل كمان وردت بالقرآن، وردت كلمة البشارة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. فإذا هون كلمة البشارة وردت، وورد كمان البشارة بالمسيح. فإذا هون في شيء مشترك بيناتنا، إنه بالكلمة وبالفعل كمان الولادة المعجزة إنه وجد المسيح. هلا في شيء كمان يمكن ما حدا بيعرفه خاصة من غير المسلمين، هو إنه بكل المحراب بالمساجد بالعالم كلياتها، المحراب هو المكان اللي بيقعد فيه، بيوقف فيه الإمام وبيأدي الصلاة وبيوقف وراء المؤمنين. بكل المحراب موجود، كلما دخل عليها زكريا المحراب، بيحكي عن زكريا لما دخل على ستنا مريم بالمحراب وجد عندها رزقا، كان دائما بتكون عندها اكل عم تاكله. هلا بيقولوا المفسرين انه بيكون عندها فاكهه صيفيه بفصل الشتاء وفاكهه شتويه بفصل الصيف. نعم. فيسالها من وين، تقول له من عند الله. حلو. فاذا هي بكل المساجد بالعالم كله هل الآية موجودة على المحراب؟ نعم. وكمان وجود سيدة لبنان مريم عند الجميع، ونحن منشوف وتحديدا بحريصة يلي هو مكان حج للكل، قد بيجي كل المراكز السيدية، كل المراكز السيدية بالعالم. صح صح. بتجمع بشكل عام. نعم. إذا بدك هيك المسلمين والمسيحيين. نعم. تجمعهم، لأنه الإمرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم هي مريم، سيدة نساء العالمين بشكل كبير. مريم نحن أشهر من أن تعرف في المسيحية هي أم الله المتجسد، أي أم يسوع المسيح. نعم. المخلص البشرية كل سنة. بس هي أيقونة الكنيسة. نعم. يعني بما أنه عم تذكر التسميات، كمان في تسميات كثيرة حسب المناطق، وعندكم أكبر. نعم. برهان. نعم. سيدة بشويت كمان هي اللي يعني أخذوها، هي سيدة كل الحالات. هي سيدة الزروع وقت اللي منكون عم نزرع. صح. هي سيدة التلة وقت اللي منكون بحاجة نحمي حالنا. هي سيدة الجبل، هي سيدة الدر. صح. وقت اللي أنا بحاجة إنه رضع. هي سيدة البحار وقت اللي أنا رايح. هي سيدة كل الحالات، مشان هيك بكل المطارح بلبنان بتلاقي عطول عطول دائما في السيدة الحامية، هيك كل منطقة إلى سيدتها يعني. والمميز إنه وقت اللي نتصارع لاهوتيا على شخص يسوع المسيح أو على الرسالات أو على الأنبياء، ولا مرة ندخل في أمور مريم وكأن مريم مسلمة. هذه ما منتدخل فيها، هذه منقبلها مثل ما هي، هذه أمنا. أكيد. هذه هي أمنا اللي بتلمنا عند الكل. صحيح. يعني الاسم سيدة لبنان أو مريم بخلي الكل يرضخوا ويسجدوا. صحيح. هذه الأم اللي بتحملنا كلنا سوا. الحديث يمكن بياخد ساعات وساعات لنقدر نفصله ولنتعمق فيه ولننبسط هيك بهالجو يلي عم نحكي فيه، ولكن للأسف وقتنا انتهى أنا لليوم. بدي بس أقول شغلي أنه كتير كتير أساسي هالنقاط الالتقاء بين بعضنا البعض. تعرفي أنه. نعم. في نقاط اختلاف ما بدنا نخافي على بعض، ما بدنا نحكي فيها. في نقاط كتير كبيرة اختلاف، ولكن في نقاط مشتركة بين بعضنا. نعم. البعض. نعم. مدعوين ذوو الإرادات الصالحة بكل الديانات،
خاصة بين المسلمين والمسيحيين، أنهم يفتشوا عنا، يبينوها، يحطوها بالإعلام بمجهودكم، نشتغل عليها لحتى نقول للناس كلهم سوا يا جماعة نحن قادرين نلتقى، قادرين نكون سوا، قادرين نبني وطن سوا. نحن ناطرين مبادرات أكثر وأكثر من حضرتك. سامحة الشيخ محمد نقري، أهلا وسهلا فيك. والأب هاني طو، أهلا وسهلا فيك. سلام خاص لك الأهالي بشري، تحديدا للأستاذ أنطون طو. بريك مشاهدينا وراح ننتقل لكونكتد.